أسبرين. تقديم وإعداد هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2015. حلقتنا بأسبرين رح نحكي عن الفوضى السياسية والإقليمية العارمة اللي بتنشئها الأنظمة الاستبدادية طول سنين حكمة. رح نحكي اليوم بعدة فقرات. الفقرة الأولى سوريا وفوضى السياسة العربية. الفقرة الثانية المنطقة الآمنة، أمنية أوروبية لمنع تدفق اللاجئين. الفقرة الثالثة مؤتمر خارطة الأزمة المتنقل، وعنوان حلقتنا أنظمة الفوضى العربية. بالفقرة الأولى من حلقة اليوم، سوريا وفوضى السياسة العربية. مقال الكاتب جميل مطر بصحيفة الحياة بعنوان نظام إقليمي عربي بلا سوريا وهم كبير، بيقول: لم نكن مبالغين حين قلنا قبل عقود عدة إن لسوريا وظيفة في النظام العربي لا يمكن أن تؤديها دولة عربية أخرى. بالغ قليلا بعض خبرائنا الأكاديميين والسياسيين حين اعتقدوا أن نهاية النظام العربي ستنطلق من سوريا، أي من حيث انطلقت بدايته. بالغوا لأنهم تجاهلوا حقيقة أن ظروف نشأة النظام تغيرت، وكذلك اعتبارات أخرى دولية وإقليمية وداخلية أحاطت ببدايات النظام العربي. مع ذلك يصعب إنكار أو تجاهل حقيقة أن لسوريا تحديدا وحصرا مكانة العنصر الأشد تأثيرا في الواقعتين، أي نشأة النظام وإرهاصات النهاية. أنظر حولي في أنحاء الإقليم العربي، أرى فوضى سياسية في ليبيا وحربا في اليمن وخريطة تتمزق في العراق وزوابع تهدد استقرار مصر وتوترات خليجية تثير القلق وأجواء عنف تشتد سخونة في تونس والجزائر. أرى هذا كله ولا أرى تكالبا وتدافعا من الدول الكبرى والإقليمية عربية وغير عربية على أي واحدة من هذه الدول المأزومة كالحشد الذي اجتمع في سوريا، حشد يشارك أطرافه بالتخريب أو التدمير أو الإبادة أو بالإرهاب أو بالبحث عن حلول كلها في آن واحد وبحماسة نادرة. يعني طبعا لسوريا دور كبير بالأمة العربية أو بالتركيب العربي ككل، لكن هون بيقولوا بدنا نحدد سوريا أرضا وشعبا ولا سوريا اللي عم يحكمها عصابة؟ يعني سوريا أرض وشعب ولا عصابة ورأسها؟ هون بدنا نحدد مين، وبدنا نميز بين النظام والشعب والأرض. النظام كان له دور ووظيفة واحدة بالنظام العربي ككل، وظيفته الوحيدة كانت عبارة عن معتقل للشخصيات الفكرية والثقافية الموجودة بالوطن العربي. يعني خلينا نقول هي عبارة كان كسجن، والدول العربية بتصدر له طبعا مشان، أو الأنظمة الاستبدادية كانت تصدر له مشان يخفف العبء، ومشان يعني إذا بدك تنسى واحد خلاص ابعته على سوريا كانوا يقولوا. فكانت معتقل للشخصيات العربية اللي بتهدد الأنظمة الاستبدادية، الأنظمة اللي مهمتها التخريب والاغتيال. وهذا النظام كان هيك مهمته التخريب والاغتيال والتدريب على القتل وتنظيم الجماعات وتدريب الجماعات التخريبية بمختلف الدول العربية، وهذا شاهدناه بالعراق وبلبنان كمان. هذا اللي بيلعبه النظام السوري، وهي وظيفته ضمن تركيبته، ضمن تركيبة النظام العربي هيك. أما إذا بدنا نشوف إنه سوريا لها دور بالتركيبة العربية كأرض وشعب، فلها دور الأكبر. هي منفذ وحتى موقع، هي منفذ للعديد من الدول على أوروبا. هي مزيج من شعب كونته حضارات عديدة قطنت هاي البقعة المكانية من الأرض. ومنرجع كمان مرة للنظام. سقوط النظام نعم مهم، مهم ل النظام العربي ككل، لنهاية كل الأنظمة الدكتاتورية العربية القائمة على قتل الشعب ونهب الخيرات
لتستفيد فقط فئة قليلة معدودة على أصابع الإيد. وهو مهم كمان من حيث البداية والنهاية. ما علينا، بنرجع للكاتب. تغيرت أمور كثيرة منذ ذلك الحين. تغيرت خريطة توازنات القوى في النظام الدولي، وكذلك في النظام العربي وفي بيئته الإقليمية. ظهر دمشق في معظم الصور خلال أزمة سوريا الممتدة غير دمشق في صور السنوات السابقة على الثورة. ظهرت عاصمة تحت الحصار منهكة منعزلة عن عالمها العربي، ومحكوم عليها بأن لا تحلم بأن تعود إلى سابق عهدها. فجأة تغيرت توازنات وسياسات دول جوار ودول كبرى، وتدخلت روسيا، فكان تدخلها مؤشرا على بداية حلقة جديدة، ليس فقط في مسلسل الأزمة، ولكن أيضا في مسيرة النظام العربي. فجأة اختفت سلوكيات الدولة الفاشلة، تعود دمشق كالعهد بها دائما بؤرة جذب لكل القوى الفاعلة في النظام العربي وفي الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع. عادت بقدرة متجددة إلى ممارسة فن إثارة النزاعات الإقليمية وتخطيط إقامة تحالفات سياسية وعقائدية، تعود رصيدا ذا قيمة لأصدقائها وخصما عنيدا لأعدائها. عادت تتفاوض من موقع مختلف، عادت تمارس الابتزاز والتهديد، عادت تتآمر وتجدد تحالفات وتقوم على أخرى، عادت تجرب ما كانت تجيده وهو التوظيف الأمثل لإمكانات كانت دائما نادرة. يصعب إنكار أن هذه الدولة الفاشلة كانت العنصر الأهم في كشف حدود القوى الحقيقية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ليس فقط فيما يتعلق بقرار التدخل العسكري المباشر أو القدرة على تشكيل تحالفات سياسية أو عسكرية أو حتى استخباراتية فاعلة. يعني لطالما كانت دمشق محور التغيير العربي والعالمي في الشرق الأوسط، لكن ليس بتمثيل نظام. التركيبة السورية اللي هي مزيج من مختلف الحضارات مثل ما أنه موقعها الاستراتيجي يفرض على القوى العالمية إعادة النظر بحساباتها بكل مرة. والعالم هلأ أو القوى العالمية ما بنعرف إنه إذا صار لازم تقرر ولا إنه خلص فات الفوت إنه تقرر إما تكون مع النظام أو مع الشعب السوري. فواضحة يعني سلوكيات الدولة اللي تبع النظام كانت سلوكيات فاشلة، حولت المنطقة من صاحبة قرار وقوة وموقع متحكم بمختلف القرارات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط لمنطقة عبارة عن، خلينا نقول، بيئة حاضنة لمختلف شرور الإرهاب وجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية، والأمثلة كثيرة يعني مثل ما بقولوا. وهلأ الثورة رجعت الأمل ورجعت مجد المنطقة بأن منطقة صاحبة قرار ولها أهمية في بناء التركيبة العربية، لكن عن طريق الثورة فقط. فاصل ونرجع. بالفقرة الثانية من حلقة اليوم، قال الكاتبة علا عباس بصحيفة الحياة بعنوان منطقة آمنة في سوريا، بتقول: لا يتوقف الحديث عن ضرورة إنشاء مناطق آمنة في سوريا. هي فكرة طرحتها تركيا منذ بدأ تدفق اللاجئين السوريين إليها يزداد، وقابلتها الولايات المتحدة ببرود وأحيانا بتجاهل وفي بعض الحالات برفض واضح. وكانت الفكرة تعود إلى التداول مجددا كلما وقع حدث في سوريا أو بخصوصها، إن كان في الميدان أو في صالونات الدبلوماسية. وتصر تركيا على طرح الفكرة وإعادة طرحها كلما وجدت فرصة سانحة لذلك. وربما يكون إسقاط تركيا طائرة السوخوي الروسية أخيرا مناسبة جديدة لذلك. وقد طرحت الفكرة أول مرة بهدف إيجاد منطقة يستطيع السوريين الهاربين من بطش النظام أن ينتقلوا إليها ويكونوا في مأمن من قصف طائرات النظام وبراميله المتفجرة. وأعتقد
أو اعتقدت الدول المستقبلة للاجئين السوريين وفي مقدمتها تركيا أن إنشاء هذه المنطقة سيخفف عنها ضغط اللجوء ويوجد أماكن لجوء في الداخل السوري تصبح أماكن تجمع مؤقت للسوريين من أبناء المنطقة التي تتعرض للقصف والدمار. وربما كان اعتراض الولايات المتحدة نابعا من تعقيدات عسكرية متوقعة تتجاوز الحدود التي تريدها إلى مستوى الصراع في المنطقة، فتطبيق هذه المناطق لا يمكن أن يتم سوى بالقوة، أي يحتاج إسقاط طائرات للنظام وحديثا لروسيا فوق هذه المناطق ونشر منظومات صاروخية لمنع هذه الطائرات من التحليق، وربما يحتاج في لحظة ما لاستخدام صواريخ أرضية لمنع الصواريخ الأرضية من ضرب هذه المناطق، وهو ما سيجر في لحظة ما حتما لمواجهة برية، وهذا بالذات ما لا تريده الولايات المتحدة، فهي كما هو واضح تريد إبقاء الصراع عند مستوى محدد. أنه يعني المنطقة الآمنة صارت هلأ يعني ضرورة ملحة لتركيا وللدول الأوروبية، فكلهم يعني كل واحد منهم حسب ما تقتضيه المصالح. بيقولوا أن أوروبا بدها المنطقة مشان توقف تدفق اللاجئين السوريين إلها، وتركيا كمان بنفس الوقت بدها إياها مشان توقف تمدد الأكراد. العفو. والحديث يعني كتر عن هي المنطقة، أو خلينا نقول الأمنية، كتر الحديث عنها، فينا نسميها هيك لأنه ما حدا ترجم هي الأمنية لفعل على الأرض. ما علينا. وطالما أن ما يعنينا من الحديث عن مناطق آمنة هو الجزء المعلن من الدعوة إليها، أي ما يخص السوريين إنسانيا ويعني إيجاد مناطق يستطيعون أن يعيشوا فيها من دون أن يموتوا ومن دون أن يتمكن النظام من قصفهم، فلنبحث إذن عن منطقة مناسبة من سوريا التي يمكن أن تحقق الأمان للسوريين ولا تعترض عليها الولايات المتحدة ولن تحاربها روسيا، وتحقق في الوقت نفسه هدف دول الجوار المستقبلة للاجئين. وهناك اقتراح ربما يكون غير مدروس عسكريا كما يجب، لكنه سيكون فعالا ويحقق الأمان للسوريين جميعا، وبحسب معرفتي فإن فعالية الجيوش تكون أعلى كلما كان مسرح عملياتها أصغر، أي كلما قلت المساحة أصبحت القدرة على تحقيق الأهداف أكبر. وذن المساحات المطروحة كما تبين أعلاه فلما لا تكون المساحة أصغر بكثير لتكون قادرة على حل المشكلة برمتها إذا ما تمت السيطرة عليها وتحويلها إلى منطقة آمنة وهي لا تزيد عن 400 سنتيمتر مكعب، وتحتل من هذا الكون مساحة لا تزيد عن 15 سنتيمتر في كل اتجاه، وهي وفق أي معيار تريدون أخطر منطقة في سوريا، وهي أصل كل الشرور. يعني يا ترى هي المنطقة الآمنة اللي راح يشكلوها راح تكون مشان نقل اللاجئين إلى، طيب ماذا عن باقي الشعب السوري الذي يذبح بشكل ممنهج كل يوم؟ قديش راح توسع هي المنطقة الآمنة؟ ولا كمان راح يصير بدها بطاقة عبور؟ يعني والله بدي أقدم لجوء وين بالله على المنطقة الآمنة؟ يعني بكرة بدها إقامة، والله طولت بالمنطقة الآمنة وعدوني يدقوا لي إقامة. واو طيب يعني المنطقة الآمنة هي قديش بده يكون حجمها؟ قديش بده تكون مساحتها؟ يا ترى 29 مليون؟ إذا المنطقة الآمنة ما رح تكون خطوة لتحرير باقي المناطق، لتصبح سوريا هي المنطقة أو هي منطقة آمنة كمان من رجس النظام وميليشياته والعدوان الروسي، فشو استفدنا إذا ما رح تكون المنطقة هيك؟ ولا شو بتكون تعملوها، منطقة حرة يعني؟ ولا المنطقة الآمنة مثل ما بسموها؟ طيب منطقة آمنة بس من مين رح تحموها المنطقة؟ رح تحموها من الروس ولا من النظام ولا من ميليشياته ولا ولا ولا؟
ولا كمان مثل ما قلنا رح 29 مليون إنسان، ولا بس رح 9 اللاجئين اللي بدها إياهم أوروبا مشان ما يجوا عليها، ولا كمان رح توسع بس التركمان اللي رح يوقفوا تمدد الأكراد حسب ما بدها تركيا؟ ما بنعرف. فاصلوا منرجع. بالفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، قال الكاتب جورج سمعان بصحيفة الحياة بعنوان: اتحدوا واتركوا للنظام وأهل فيينا تعطيل المفاوضات. بيقول: لا يعقل أن يفوت ممثلو أطياف المعارضة السورية فرصة لقاءاتهم الجامعة في الرياض، لابد من أن يلتقوا على موقف محدد وموحد ثم على وفد واحد يمثلهم جميعا. لا يمكنهم بعد هذا التشرذم المستمر منذ اندلاع الأزمة أن يواصلوا خلافاتهم. الرعاة الدوليون والإقليميون الذين التقوا في فيينا ويستعدون للقاء ثالث قريبا لن يسمحوا لهم بترف الاختلاف. لن يكون أمامهم سوى الموافقة أقله على خريطة الطريق. قد يبدو الأمر صعبا أو مستحيلا بالنظر إلى خريطة الحاضرين وتوجهاتهم وبرامجهم ومواقفهم وأوراقهم المتعارضة، ولكن لن يكون أمامهم سوى الاتفاق على الحد الأدنى. ويجب ألا يستبعدوا اعتماد صيغة التصويت في القضايا موضع الخلاف، ولن يفيدهم بعد هذين اليومين التباكي على غيابهم عما يرسم لسوريا كما حصل في لقائي فيينا وما بينهما. الواضح أن الدول الكبرى قررت أخذ القضية بيدها، وهي تتجه تدريجيا إلى تقليص دور القوى الإقليمية. فكيف بدور القوى السورية والفصائل المسلحة؟ يعني فينا نقول انه هاي الفرصة مو للمعارضة، الفرصة الأخيرة، هاي الفرصة الأخيرة للقوى العالمية انها تحط ايدها بايد الشعب السوري. الثورة السورية كالنهر الجارف، يعني رح تجرف كل شيء بيوقف بطريقة. الى 4 سنوات وانتو شاهدين، وانتو بتعرفوا رغم كل التحالفات عليها والقصف عليها ما وقفت. إيران إجت، ميليشيات أفغانية في، ميليشيات إيرانية في، ميليشيات حزب الله في، روسيا في، كل شيء كل شيء في. طيب وقفت الثورة ما وقفت، ازدادت قوة. طبعا العالم كمان بيعرف إنه كل ما طول راح تكون الكارثة عليه أكبر، فهي فرصة أخيرة. نعم، بس مو للمعارضة. المعارضة أو الشعب السوري ممثلا بالمعارضة حسم أمره، بس يا ترى القوى العالمية حسمت أمرها وعرفت أنه التورط بسوريا هو كارثة بالنسبة إلى؟ ما بنعرف. نرجع للمقال. لا شك في أن لموسكو اليوم الكلمة العليا والفصل، وإذا كانت راغبة في تسوية حقيقية وليس الاكتفاء بإعادة تأهيل رأس النظام، فأنها ستكون على توجسها من التمدد الروسي على حساب دورها في بلاد الشام، وستثيرها دعوة المجموعة الدولية قريبا إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا، وهي تدرك أن الولايات المتحدة تؤمن بأن لا دور ولا حضور دائما لها في هذا البلد. وكانت واشنطن تبدد قلق الخليجيين من تمدد الجمهورية الإسلامية بالسؤال: كيف يمكن أن تسمح الديموغرافيا المذهبية في سوريا بإعطاء إيران ما ليس لها؟ هنا خريطة المكونات تختلف تماما عما هي عليه في العراق، تماما كما في أو كما هي الحال الخريطة اليمنية التي لا يمكن للإيرانيين أن يقيموا فيها أو يبدلوا في مكوناتها مهما طال الزمن. أن يستغل ممثلو المعارضة فرصة لقائهم الواسع والشامل للقاء على تصور موحد ووفد واحد إلى المفاوضات لا يعني أن يفرطوا بالمزيد، خصوصا أن عدم توافقهم سيقود اللاعبين الخارجيين إلى فرض تصورهم للتسوية وربما إلى اختيار الوفد المفاوض. مثل ما قلنا كلمة الفصل ما راح تكون للروس، في شك بالموضوع. يعني روسيا اللي عم تدور على حلفاء وعم تدور على وتركض على مؤتمرات لتخلص حالها من الورطة اللي حطت حالها فيها، روسيا رح تنقذ حالها بحالة واحدة إذا أدركت أنه الثورة السورية الكريمة هي الباقي والنظام زائل، وهي تعرف هالشي من أول دخول أو من أول قصف لطائراتها
ما شافت حدا على الأرض، لا قوات نظام ولا غيره، بس شافت ميليشيات. الخيار هلأ لروسيا، مو كلمة الفصل، خيار. روسيا بتعرف إنها خسرانة، فيا إما بتغرق بالمسرح السوري مثل ما غرقت بالمسرح الأفغاني والشيشاني، يا إما بتحاول تطلع حالها. ما علينا، نرجع للمقال. لا تغيب هنا مسؤولية الأمم المتحدة التي استهلكت الأزمة السورية اثنين من مبعوثيها، وتكاد تستنفذ مهمة الثالث الذي قد تحتاج المرحلة المقبلة إلى مبعوث الرابع يواكب المرحلة الجديدة التي ستدخلها الأزمة. فإذا كانت مهمة أي مبعوث انتظار توافق الأمريكي الروسي أو توافق مجلس الأمن كما قال كوفي أنان المبعوث الأول عشية استقالته، فأي دور يبقى للمنظمة الدولية؟ حاول ستيفن دي مستورا أن يطرح بداية حل لوقف العنف والنار انطلاقا من حلب ففشل، وطرح أفكارا بددت ثقة أطراف معنيين، وبدوره ومهمته، وعاد أخيرا إلى المربع الأول، ثم إلى بيان جنيف، ثم إلى خريطة فيينا، وهو يعول اليوم على دور القوى الإقليمية وتأثيرها في الفصائل المعارضة وعلى أهميتها أو أهمية التوافق الدولي خصوصا بين واشنطن وموسكو. كل الأطروحات والتصريحات لم تأتي بنتيجة، لأنه ما كان إلى ترجمة على الأرض. فأي مسؤولية للأمم المتحدة إذا لم تستطع أن تجرم أو توقف استخدام البراميل ضد المدنيين؟ مسؤوليتها بتكون للأمم المتحدة إنه لازم تفرض وتعلن إفلاسها وتعتبر نفسها منظمة نصائح وأخلاق يقرأ عنها في الكتب، مع الإشارة إلى أنها ليست ملزمة. يعني لن ينفع مع الروس والأمريكيين بيانات الأمم المتحدة، الملفات والقضايا لساتها بأدراج النسيان لدى الأمم المتحدة. وبالنسبة لبان كي مون، خذ لك كم حبة مضاد قلق وبتصير أمورك أحسن وعال العال، ولو أنه رح تخسر راتبك اللي بيعطوك إياه 35 ألف دولار أو 33 ألف دولار بس مشان تقلق على طول السنة. ودي مستورة، روح افتح لك شي مطعم أو استثمر لك شي نادي جولف أحسن إلك، كمان هنيك فيك تفوت الكرة بالحفرة، يعني شي شبيه بالسياسة. الأمور واضحة مثل ما قلنا، مهما كترت اللعيبة وكتر اللعب. كان عنوان حلقة اليوم أنظمة الفوضى العربية، حكينا بعدة فقرات، الأولى سوريا وفوضى السياسة العربية، الثانية المنطقة الآمنة، أمنية أوروبية لمنع تدفق اللاجئين، الثالثة مؤتمر خارطة الأزمة المتنقل. للاستماع على حلقتنا فيكن تتابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كان معي من الهندسة الإذاعية سلام المساعدة، وكنت معكم بالإعداد والتقديم هادي أحمد. لسوريا ولكم السلام والحرية. إعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015. على دقة قلبك الروح، راديو أورينت.